تحية لكم مشاهدينا الكرام. حاميها حراميها، من كنا نعول عليهم بحمايتنا وصون كرامتنا، أصبحوا اليوم هم أنفسهم مشاهدينا الكرام من يقتلوننا وأيضا من ينكلون بنا. هكذا أصبح الوضع بالمقلوب للأسف، وأين في مناطقنا المحررة وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن. تشهد عدن موجة من الغضب والغليان الشعبي أثر مقتل رأفت دنبا الذي اغتلته وحدات أمنية تتبع وحدات مكافحة الإرهاب هناك. رأفت مشاهدي الكرام هو الشاهد الوحيد على حادثة اغتصاب طفل المعلى. في هذه الحلقة من حديثنا المسائي وتحديدا في هذا الجزء سوف نتوقف عند هذا الموضوع، موضوع موجة الغليان الشعبي والغضب للانفلات الأمني التي يعم أو التي تعم مناطقنا المحررة وتحديدا في عدن، وكذلك ما يجري الآن من تفجير الأوضاع أمنيا في سيئون. ونتساءل هنا إلى متى سوف يستمر هذا الانفلات الأمني في هذه المناطق، وأين هي الشرعية من كل هذا الانفلات، هل تقف الآن عاجزة أمام كل هذه الأحداث التي تجري في الجنوب. سنناقش ذلك بمعية ضيوفي، ولكن في البدء دعونا نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود للبدء في النقاش. شهدت مديريات العاصمة المؤقتة عدن احتجاجات واسعة على خلفية مقتل الشاب رأفت دنبع. وقال شهود عيان إن أطقما عسكرية مجهولة قامت بمهاجمة الشاب رأفت دنبع وإطلاق النار عليه من سلاح ناري نوع رشاش دوشكا، وأصابته بعدة عيارات في قدمه ولاذوا بالفرار. أسعف مواطنون الشاب فور إصابته لمشفى أطباء بلا حدود، لكنه لقي حتفه في المشفى بعدها بيومين. ورجح ناشطون أن يكون الهجوم على الشاب انتقاما لشهادته ضد متهمين في قضية اغتصاب طفل بمنطقة المعلى في عدن. محتجون قاموا بقطع طريق الشعب وإشعال الإطارات وعرقلة حركة المرور احتجاجا على مقتل الشاب دنبع. ويذكر أن الشاب رأفت دنبع كان قد كشف خيوط قضية اغتصاب طفل بمنطقة المعلى متهما فيها ثلاثة أشخاص، أحدهم تربطه علاقة قرابة بمسؤول في وحدة عسكرية تابعة لمكافحة الإرهاب يعتقد بأنها الأطقم التي تم استخدامها في الجريمة. فأيا تكن الرواية المتداولة، إلا أن الثابت في العاصمة عدن بعد مرور 4 سنوات من التحرير لا تزال بعض القوى المنفلتة من خارج الدولة تمارس العنف والترويع ضد المواطنين بلا رادع قانوني ولا أخلاقي، وهذا ما أثار سخطا اجتماعيا ضد هذا السلاح المنفلت الذي يتشكل وظيفيا كعصابة لتأدية أدوار تخل بمصالح المجتمع وأمنه واستقراره. يتساءل البعض إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا السخط الذي يتشكل بسبب الفوضى الأمنية والسلاح المنفلت من خارج مؤسسات الدولة، وما هو دور الحكومة ومؤسساتها في عدن من الداخلية إلى القضاء في التعاطي مع هذه الجرائم التي باتت منظمة ومحمية بفعل امتلاك السلاح وإمكانية استخدامه بعيدا عن القانون وعن الدستور. نرحب بكم مجددا مشاهدي الكرام. إذن حول هذا الانفلات الأمني الذي يعم عدن وأيضا ما يجري أيضا في سيئون من انفلات أمني، وأيضا الدعوة إلى تجدد ربما وتفجير الأوضاع الأمنية هناك، انضم معنا هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء للحديث حول هذا الموضوع. مساء الخير دكتور. إذن عدت من جديد الأحداث وهذا الانفلات الأمني للمناطق المحررة سواء كان في عدن وهذه موجة الغليان كما تابعنا، وأيضا الآن ما يجري في سيئون ومحاولة تفجير الأوضاع من قبل المجلس الانتقالي. دعنا نبدأ بالعاصمة المؤقتة عدن، وكيف تنظر إلى مجمل هذا الانفلات وما حدث لهذا الشهد الوحيد وقتله من قبل قوات أمنية تتبع وحدات مكافحة الإرهاب هناك؟ أنا لا أتحدث عن انفلات، أنا أتحدث عن فوضى منظمة. الانفلات عندما يكون انفلاتا طبيعيا، بمعنى أن هناك هشاشة للدولة، هناك ضعف للدولة، هذا الضعف للدولة يؤدي إلى فراغ. لكن عندما يتم إضعاف الدولة وإملاء الفراغ بميليشيات موالية يصبح هناك حديث عن فوضى منظمة، بمعنى متعمدة من قبل أشخاص. أقصد أن الفراغ الأمني ينتج عن ضعف دولة، ضعف مؤسساتها، لكن هنا بالفعل هناك ضعف دولة، لكن هم قد قاموا بإيجاد البديل. هذا البديل لإيصال رسالة للخارج والإقليم أن هنالك فراغ أمني، يعني أن هناك
مشروع يقول هناك فراغات أمنية، هناك تهديد القاعدة، هناك عدم الأمن، لكن كل شيء تحت السيطرة. وهنا دعيني أتحدث بوضوح، هناك الآن نتحدث نحن عن جغرافيتين، والأول مرة نتحدث عن جغرافيتين بشكل واقعي، وأنا أتحدث هنا كمحلل ولست كيمني أتحدث منظور وطني، كمنظور وطني أنا أتحدث عن يمن. نعم. يمني، لكن عندما أتحدث الآن وفقا للجغرافيا أنا أتحدث عن جغرافيتين، جغرافيا جنوبية الإمارات منذ البداية، وسوف تزداد هذه العمليات والفراغات الأمنية عند أول تطبيق لاتفاقية الحديدة. سوف ترتفع الفراغات الأمنية لأن لابد من إيجاد مبرر لوجود الإمارات العربية وميليشياتها في عدن، بمعنى أنه ربما أنت يعني تقرأ ما يحدث الآن، هذا التصعيد بما جرى الآن، ربما الفشل والإخفاق لما حدث في الحديدة، فهم الآن يعودون من جديد لعدن والمناطق الأخرى في الجنوب. ليس هناك خفق أو فشل في الحديدة، هناك توافق إقليمي ودولي على بقاء الحديدة على ما هو عليه، هناك توافق دولي، الهدف من الحديدة هو أن تكون الأمم المتحدة في الجغرافيا اليمنية. نعم. تحقق الهدف، الهدف يتحقق بعد سنة، بعد شهرين، بعد ستة أشهر، مش مهم. ليش؟ لأن المسألة مش إنسانية. لو كانت المسألة إنسانية في ميناء عدن، ميناء حضرموت، ميناء المقهى، عندنا موانئ، احنا عندنا آلاف الكيلومترات في الساحل. نعم. نستطيع إنزال المساعدات. هذه المغالطات بأن ميناء الحديدة هو المنفذ الإنساني، لا، هناك إجماع إقليمي ودولي على بقاء الوضع اليمني هش. لكن الإمارات في عندها اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على أنها هي التي ستقوم بحماية الفراغات الأمنية، فكلما بدأ الحديث عن يعني تجاوزات الإمارات وعن احتكارها لممارسة السيادة في اليمن، في اليمن المناطق الجنوبية، وإضعاف السلطة الشرعية إلى آخره، تقوم بإيجاد فراغات أمنية. وأنا أتحمل المسؤولية هنا، أقول علي عبد الله صالح كان لديه قاعدة خاصة به. نعم. الإمارات لديها قاعدة خاصة بها، الإمارات تلعب نفس دور الحكام اللي كانوا يحكموا منطقة عربية، كان لديهم عمليات إرهابية حتى يعطوا مبرر لبقائهم في السلطة. الإمارات الآن لديها جماعات من القاعدة ولديها سلفية مدخلية، يعني هذه الدولة تلعب بأوراق الشطرنج في اليمن، هي المتحكمة والآن هي التي تلعب الآن التحكم، لا، الذي اللاعب الرئيسي بريطانيا. هذه الإمارات النتوء الليبرالي هي عبارة عن خادم إقليمي، خادم إقليمي سيدفع المال، سيدمر منطقة العربية، ولكن في الأخير الذي سيقطف الثمار ليس الإمارات. يعني الإمارات لعبت دور في ليبيا، ستقطفها فرنسا وإيطاليا وأمريكا في ليبيا، ستلعب دور في مصر وسيقطفها آخرون، ستدمر الإمارات، دمرت السعودية، والآن في كتابات سعودية وبعض الكتاب السعوديين بدأوا يستوعبوا أنهم وقعوا في الفخ، وأن الحوثيين وإيران في خاصرتهم نظرا للسياسة الإمارات. الإمارات لديها تلعب دور أنها تقدم خدمات للغرب، أنها قائدة للثورة المضادة، وأنها ستقوم بإضعاف الإسلام السياسي، وأنها ستقدم وأنها ستقوم هي اللاعب الرئيسي في مشروع الشرق الأوسط اللي هي يعني أفهم من كلامك من بداية الحرب ربما وبداية تواجد الإمارات ويعني بناء هذه الأحزمة لم تكن مدركة المملكة العربية السعودية لخطورة ذلك وأبعاد ذلك، الآن أدركت، هي تركت الأمور نظرا لتحمل الملف. نعم. ونظرا لعلاقة الشخصية بين الرجلين، نظرا لأن السعودية لا يهمها وحدة اليمن وعندها وعود، لكن الآن أصبح الأمر في غاية الصعوبة. الإمارات لعبت دور كبير جدا، ليس هناك فراغ أمني، لا توجد هناك عملية اغتيال ناتجة عن فراغ أمني. أنا وحدثك لدينا بالآلاف من الحزام الأمني والنخب والرقابة، ويمنعون المواطنين من أبناء الشمال، المنطقة مراقبة، هذا كلام فاضي، أنه الاغتيال ناتج عن فراغ أمني، هذا الشاب اغتيل ناتج أو انفلات أمني أو لا، كما تحدث يعني هي فوضى منظمة وكلهم محسوب حسابهم. عدن هي عبارة عن, 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 عن جغرافية سهلة، لا توجد أي عملية اغتيال أو تصفية أو تفجير أو اغتيال لمسؤول خارج نطاق الفوضى المنظمة.
لذلك الفراغات الأمنية. شوفي كان عبد الرب منصور هذه يعلن تحرير تعز يغتال له محافظ. نعم. كان كلما تقدم بالمعركة عملوا له عملية اغتيالات للمواطنين، بمعنى أنت غير قادر على حماية المكان اللي عندك، ما تقدمش. الغرب يقول له توقف لأنه أنت مش قادر أصلا عندك. هل هذه الميليشيات وهذه النخب والمخابرات والقوات الإماراتية والكاميرات والرقابة مش قادرة؟ هذا اللعب مدروس، ما يسمى الفوضى المنظمة، بمعنى أنه توجد حاجة للإمارات في اليمن. ما هي الحاجة؟ أنه أنا ضامن لكم بعدم وجود القاعدة. القاعدة هذه في فرع منها تبع الإمارات ويدعمه. الإمارات لها علاقة بالحوثيين، هذه الجغرافية الجنوبية. الجغرافية الشمالية ما تم الاتفاق عليه، ولو سمحتي في غاية الأهمية. نعم. وأتحمل مسؤوليتي. اتفاق ستوكهولم هذه من أهم ما أريد أن أقوله في الحلقة هذه. نعم. اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة يتعلق بالجمهورية العربية اليمنية، لا يتعلق في اليمن. اتفاق ستوكهولم، وأنبه أبناءنا في تعز وأهلنا في تعز الذين يطالبون بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أنهم يغتالون المشروع اليمني الجمهوري، سوف يعني الأمم المتحدة أصبحت في الجغرافيا اليمنية، سيحاولون يعني بقاء الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ستراقب الوضع الدولي، لكن في مرحلة لاحقة سيكون الأمريكان والبريطانيين لمواجهة تنظيمات القاعدة والدواعش في المنطقة، وسيكون المهمة الأمم المتحدة الرقابة من إطلاق النار، وستكون بريطانيا وأمريكا موجودة لحماية الملاحة الدولية فيما يتعلق في الشمال. الجنوب وكأنه أمر مع بريطانيا محسوم، بمعنى أنه له مع السلطة الشرعية اللي غائبة، وكأنه قطاع منفصل سيعلن فك الارتباط في توقيت واتفق عليه. لذلك اتفاق ستوكهولم لا على ذلك. ستلاحظي في اتفاق ستوكهولم يتحدثون عن الحديدة عن تعز. صحيح. لا يتحدثون عن اليمن، يتحدثون عن ميناء الحديدة، بينما ميناء عدن معطل. ميناء عدن ثاني ميناء في العالم، ثاني ميناء في العالم. المخاء كل كلمة موكا في العالم من ميناء المخا. نعم. ميناء حضرموت، عندنا موانئ في السواحل اليمنية من الزهراء على مش عارف وين، موانئ في اليمن، موانئ بالعشرات. يتحدثون لي عن ميناء الحديدة. نعم. يعني اتفاق ملغم، وكما تحدثت ربما هذه الجزئيات اللي يركزوا عليها وليس المهمة. تحل المشكلة نحن كل. نتحدث اليوم عن نعم. فصل قاطع. نعم. الإمارات ستحدث فراغات أمنية واغتيالات وتصفيات في المناطق الجنوبية، هدفها تبرير استمرار بقائها لعدم إيجاد القاعدة لأنها تعتبر وكيل إقليمي للأمريكان. جميل. والدليل على ذلك وأذكر المواطنين أنه في حال عندما ضغط الديمقراطيين على الرئيس ترامب بإيقاف التعاون مع دول التحالف، نفذ عملية وادعى أن تنفيذ العملية مرتبط بتصفية تنظيم القاعدة، بمعنى هنالك فصل بين العمليات التابعة للتحالف. نعم. والعمليات التابعة للقاعدة، بمعنى أن الإماراتيين سيفجرون الوضع في الجنوب عن طريق السلفية المدخلية التي فجرت مع السلفية المعتدلة والحركة الإسلام السياسي. نعم. وعن طريق التنظيمات التي أيضا يعني هي قاعدة، ليس قاعدة، هم مجموعة من الشخصيات الدوبلير الممثلة لدور القاعدة ستنفذها بهدف، وهذا يفصل المناطق الجنوبية ويجعل من أمريكا وبريطانيا تبرر على الإمارات أن عن طريق الحزام الأمني والنخب حماية هذه المنطقة وبقاء. ركزي معي كويس، وبقاء هذه المنطقة يعني كأننا هذه منطقة نخليها نقية من جماعة الإرهاب، وجماعة المنطقة الشمالية هذه فيها الإرهاب حتى تنفجر كالموصل وحلب. وبالتالي ستوكهولم نفذت وطبقت وأوجدت الأمم المتحدة للجمهورية العربية اليمنية. الكلام واضح. نعم. وفي غاية الخطورة. يعني كلام كما تحدث يعني، وهذا يعني موضوع خطير جدا بما يتعلق باتفاق ستوكهولم. لا أدري هل الحكومة الشرعية تعي ذلك وكيف ستتعامل مع ذلك، لا أدري. دعنا الآن ننتقل لسيئون وأيضا محاولة تفجير الأوضاع هناك. دكتور، هناك أيضا يعني دعوات من قبل المجلس الانتقالي من خلال شباب الغضب لافتعال يعني أزمة هناك. ينضم معنا السيد جمعان بن سعد أبو همام الكاتب المعروف للحديث حول هذا الموضوع. سيد جمعان مساء الخير. مساء النور. نعم، تحية لك سيد جمعان. يعني ما الذي يحدث في سيئون؟ لو يعني توجز لنا ما يحدث الآن من أوضاع أمنية هناك.
مساء الخير لك ولزوجتك الكريم اختي الفاضله. تحيه لك. ما يحصل في فيون هناك اختلالات امنيه حاصله بسبب ضعف الجهاز الامني في الوادي والصحراء. فهذه المحافظه المتراميه الاطراف التي تبلغ مساحتها حوالي خمس الجمهوريه اليمنيه تعاني من ضرب ممنهج لجهازها الامني منذ العام 2011. فكانت هناك عمليه منظمه لاستهداف عناصر الاستخبارات وعناصر الامن القومي وعناصر البحث الجنائي والتي هي عيون العام، ثم حصل هناك استهداف لمراكز الشرطه في المديريات المحيطه بسيئون، وحصل هناك اقتحام من قبل القاعده لمدينه سيئون. كل هذه العمليات كان المستهدف فيها هو الجهاز الامني. اليوم نحن نقف على كبير اسمه الجهاز الامني في الوادي والصحراء. طبعا هناك فرق بين الجهاز الامني في الوادي والصحراء والجهاز الامني في ساحل حضرموت، رغم انهم محافظه واحده، لكن الجهاز الامني في الساحل هو يحظى باهتمام اكبر ويحظى دعم من قبل الاخوه في التحالف. هناك عشرات العربات، حوالي بالضبط يعني 240 سياره سلمت لامن الساحل، بينما لم تسلم للوادي الا 7 أو 8 سيارات. باعتقادك لماذا هذا الاهمال؟ لماذا هذا الاهمال كما تحدث عن الجهاز الامني في المقله يحظى بهذا الدعم وهذا الاهتمام من قبل قياده التحالف، اما في سيئون ليس هناك اهتمام وهناك يعني كما تحدثت يعني موجه من الانفلات. نعم سنعود لك دكتور للتحدث. يعني دكتور الان يعلق ان هناك ربما لايجاد فراغات امنيه، ويعني كما حلل في بدايه كلامه لي يعني اجنده معينه واستراتيجيه معينه تقوم بها الامارات. طبعا بالنسبه انا هنا ساتكلم عن نبض الشارع، الشارع نعم تفضل الذي لا يهمه تلك التعديلات السياسيه الكبيره. نعم الوضع اليمني اصبح معقد واصبح متداخل، واصبح اليمنيون لا يملكون من وطنهم شيء، انفلتت الامور بالنسبه للوضع السياسي العام، لكن بالنسبه للوضع الامني الداخلي المواطن البسيط يريد ان يعني ان يجد امن محلي يحفظ له حياته ويحفظ له ماله وعرضه. أنا لا أقول أن الوضع في الوادي منفلت تماما، هناك اختلالات أمنية، عمليات اغتيالات حاصلة. هذا السؤال الذي سألتني إياه هو لا هو الذي يسأل كل مواطن في الوادي والصحراء حضرموت يسأل نفس السؤال، ما هو السبب؟ والسؤال نوجهه للشرعية المسؤولة الأولى عننا. ما الاختلال الحاصل بين الساحل والوادي؟ لماذا يحظى الساحل باهتمام أمني بالغ؟ ونحن بالمناسبة لا نعني لا نقصد أن يعني يقل هذا الدعم للساحل أو أن يخف، أو بالعكس إذا صلح الساحل سيطرح الوادي إن شاء الله، ولكننا نريد أن تنبض لنا الحكومة الشرعية بعين المساواة، وكذلك الإخوة في التحالف سواء كان في المملكة العربية السعودية، كما حصل هناك دعم للساحل يريد المواطن هنا يلتمس هذا الدعم كذلك في الوادي حتى ينعكس على الحاله الامنيه بشكل ايجابي. طيب. وينعم المواطن بحياه كريمه. ماذا طبعا هؤلاء الشباب الذين اطلقوا على نفسهم شباب الغضب الان، يعني ما الذي سوف يقدموه الان الان يعني ربما هم يريدون يعني رحيل قوات المنطقه العسكريه الاولى واحلال قوات النخبه المدعومه اماراتيا بدلا عنها، هل هذا هو الحل الان؟ لا ليس الحل يا اختي الكريمه، كان هناك لغط اريد ان اوضحه، ان قوات النخبه بالنسبه لل قوات النخبة الحضرمية هو ما يسمى بقوات النخبة الحضرمية، هي قوات عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الثانية شكلت بأوامر رئاسية وعددها 5 ألوية، ألوية معروفة سيئون ولواء الأحقاف ولواء الريان والدفاع الساحلي. هذه الألوية ألوية منضبطة ومرقمة في وزارة الدفاع، ويستلم في مجندوها رواتبهم من وزارة الدفاع، لذلك فهي لا تشبه الأحزمة ولا النخب الموجودة في مناطق أخرى، لا في عدن ولا في أبين ولا في غيرها. هذه قوات منضبطة، هذا من ناحية النخبة الحضرمية. أما من المنطقة العسكرية الأولى، في المنطقة العسكرية الأولى هناك حد يراد به باطل، نعم نحن نريد من المنطقة العسكرية أن تقوم بالدور اللازم منها، لكن هذه القوات هي قوات في النهاية هي قوات جيش، ليست قوات أمنية، لا تملك بحث جنائي ولا استخبار، هي وقدراتها هي في التعامل في الحروب ولا تستطيع أن تعمل في الجانب الأمني، لذلك نحن نقول ان التركيز يكون في دعم الامن الخاص، دعم البحث الجنائي والامن السياسي والامن القومي،
دعم لجهاز الاستخبارات، دعم أجهزة التحري. جميل، يعني لا علاقة كما تحدث للمنطقة، أيوة قوات المنطقة الأولى كما تحدث، لأنه يعني قوات جيش بطبيعة الحال، ولكن الآن يعني هناك مطالبات ليكون هناك قوات أمنية في داخل سيئون كما تحدث، يعني قوات يعني أمن قومي وما إلى ذلك لحفظ الأمن والاستقرار. طيب لماذا كل هذه الشعارات وربما مظاهر الغضب من قبل هؤلاء لطرد قوات المنطقة الأولى؟ الساحة الآن في حضرموت مفتوحة مثل ما هي في عموم اليمن كذلك. في حضرموت الساحة مفتوحة، هناك لاعبون كثر. يعني إذا أخذنا مثالا شباب غضب، شباب غضب هم عبارة عن شباب مستقلون، لا علاقة لهم لا بأحزاب ولا علاقة لهم بتنظيمات ولا جماعات ولا مستقلون. يعني أنت تؤكد سيد جمعة أنهم مستقلون ولا يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي؟ نعم نعم، وأنا مسؤول عن كلامي هذا. نعم، شباب مستقلون لا علاقة لهم. نعم يحصل هناك اختراقات من قبل بعض الأفراد من العناصر الانتقالي أو الحراك الجنوبي، لكن بالجملة شباب الغضب هم شباب معروفون، شباب مستقلون موجودون في سيئون فقط في مدينة سيئون، وهم لهم مطالب مشروعة ندرهم عليها، لكننا نختلف معهم في بعض الوسائل والآليات في الحقوق. جميل، يعني المطالبة برأي نعم دافعت في يوم من الأيام عن سيئون وقاضت حرب شوارع ضد القاعدة والمنطقة، وغير تسلم سيئون كما سلمت بعض مناطق أخرى. المنطقة الأولى لازم تضيع في حفظ الأمن والأمن في الأفراد، وكذلك نطاق نعم نعم هناك مشكلة في الصوت، ولكن وصلت يعني فكرتك سيد جمعان، وأنا أشكرك وأشكر انضمامك معنا ليلى الكاتب المعروف السيد جمعان بن سعد أبو همام، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. دكتور، إذا يعني أيضا سيئون تشهد موجة من ربما الغضب، وكما تحدث سيد جمعان هؤلاء الشباب الذين خرجوا ليس لهم أي أجندة، ولكن يعني جميع الأخبار تتحدث أنهم يتبعون المجلس الانتقالي. الآن يعني كما قرأت لنا ربما بالمجمل، وهناك استراتيجية الآن لهذه الفوضى المنظمة في جميع المناطق المحررة، كيف ستتعاطى الحكومة الشرعية وأيضا المملكة العربية السعودية؟ يعني في بداية كلامك فهمت دكتور أنه ربما يعني لم تكن تدرك المملكة العربية السعودية لطبيعة هذه التحركات وهذه الاستراتيجية والأجندة التي تقوم بها الإمارات. الآن كيف سيتم مواجهة هذا الموضوع؟ هل يعني عاجزة الشرعية عن مواجهة كل هذه المخططات من قبل الإمارات؟ الشرعية هي مجموعة شخصيات مهاجرة، أو نقول يعني عمال يمنيين في الرياض. الموضوع في غاية التعقيد. نعم. حكاية الشباب يعني من الطبيعي جدا يكون هناك نوع من وجود مجموعات يمكن تحفزها، يمكن دعمها، يمكن تطميعها، يعني تطعيمها بشخصيات للدفع. يعني حتى هذه الاحتجاجات الآن اللي في عدن ترى دكتور، يعني هناك أيضا موجة للناس يعني خرجوا للشوارع. سأعطيك الفكرة بشكل واضح. تفضل. يعني طبيعي جدا الناس تنفجر، مش لأنه هم على المجلس الانتقالي أو موعوزين، لا، عندما يكون ما فيش دولة، ما فيش خدمات، غياب الأمن، هذا يعني مفهوم الوطن في البنية الذهنية متشظي. يعني عدن، حضرموت، صنعاء، يعني رئيس دولة في الرياض، هذا يؤدي إلى ما يسمى قلق، يؤدي إلى حالة خوف من المستقبل، يؤدي بالشباب إلى الـ إلى الـ إلى الاحتجاج. هذا الاحتجاج لأسباب سياسية، لأسباب تكتيكية، لأسباب مدعو بالمال، هناك صادقين، هناك وطنيين، هناك، بالتالي طبيعي هذا النتيجة. أين الخطورة؟ الساحل مهم على المستوى الغناء الاقتصادي وعلى مستوى وجوده في البحر. هم يريدون الآن، يريدون حضرموت تساوي الجمهورية العربية اليمنية وتساوي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. يعني نحن الآن أمام الدولة الثالثة، لدينا ثلاث دول، حضرموت لديها شخصية كاملة ولديها استعداد، عندها ثلاثة عناصر: المطاولة كما يقول ابن خلدون، المطاولة والعقيدة والقيادة. بمعنى أبناء حضرموت لديهم جغرافية ولديهم من المطاولة، في وفق ابن المطاولة الشعور بالتميز، هؤلاء شعب متميز على مستوى الإنتاج الفني، على مستوى التجارة، على مستوى الفكر، على مستوى نشر الحضارة الإسلامية في العالم، عندهم إحساس بهذا التميز، عندهم رأس مال، عندهم حضور في الخليج، هؤلاء لهم طموح، لديهم هوية، لديها استعداد للبروز.
هي مرشحة من حتى أيام ما كانت جمهورية الديمقراطية الشعبية أن تكون دولة مستقلة، وكانت محل نزاع، نزاع بمعنى أن السعودية تريد أن تفصل هذا القطاع، وكأنه يتبع على أن كل الرسمال السعودي يعني الحضاري ما في السعودية. حتى علي عبد الله صالح كان خائف منها بعد فقدت تعز أهميتها التاريخية، بمعنى كان عبد العزيز عبد الغني كان هنا خوف من أن تعز تلتحم مع عدن، كان رئيس الوزراء دائما من تعز حتى لا تلتحم. أول ما توحدنا تعز فقدت أهميتها، انتقل رئيس الوزراء إلى حضرموت. إذن لدينا حضرموت خلقوا منها ساحل وادي، هم يريدون أن يكون دول التحالف وجود في الساحل لمقاومة الإرهاب والفراغ في الوادي، بحيث هناك مبرر للتواجد ومبرر لقطع القطعة الجغرافية هذه عن السلطة الشرعية، بالتالي ستصبح حضرموت لا علاقة لها بعدن ولحق، ستكون قطع منفصل. نعم. إذن نحن أمام عملية من تلعبها الإمارات بموافقة السعودية، والسعودية لها أطمع في حضرموت، لأن كما تعلمين الرسمال الحضرمي، وعلى فكرة الشعب الحضرمي الوحيد الذي عندما يندمج بأي مجتمع ينخرط معه ويميل للسلم. إذا وصلنا دكتور أن هناك توافق إماراتي سعودي الآن حتى ما يجري الآن، لكن التوافق هذا أصبح الآن بدأ في قلق سعودي من الخطة، لأنه بدأوا يشعروا أن الحوثيين أصبحوا أمرا واقعا، وأن الإمارات تنسق مع الحوثيين، وأنه التنسيق بين الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي، هذا قلنا مهمة أقولها لأبنائنا في الجنوب، هناك تنسيق كبير بين إيران والحراك الجنوبي والحوثيين لفصل الشمال على الجنوب، ولا يهمهم الحوثيين، هم يريدون أن يكونوا في خاصرة المملكة، يريدون أن يحكموا المحافظات اللي كان يحكمها الإمام حميد الدين ويحيى قبل الوحدة اليمنية، وكل له مطامعه. بعد الفاصل دكتور وأنت باقي معنا سوف نعرج أيضا ما يحدث في شبوة والمهرة كذلك. مشاهدي الكرام، هناك استحداثات وتكوينات عسكرية جديدة هناك، سنسلط الضوء حول هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم في حديثنا المسائي، نتحدث عن ما يجري الآن في المحافظات الجنوبية، سواء كان في حضرموت تحديدا في سيئون وكذلك في عدن، وموجة من الغضب الشعبي تجاه ما يحدث هناك. الدكتور وصف لنا الحالة أن هناك ربما فوضى منظمة وليس هناك انفلات أمني كما يعني يدعي البعض هناك. أيضا في هذا الجزء مشاهدينا الكرام سوف نذهب لتسليط الضوء أيضا ما يجري الآن في المهرة وشبوة، هناك يعني يجري الآن تشكيلات أو إنشاء تشكيلات عسكرية وفق أسس مناطقية وجهوية. الهيئة الشعبية بمحافظة شبوة مثلا يعني كان لها بيان تقول أنه ربما ما يجري الآن خطر يهدد المحافظة ونسيجها الاجتماعي ويؤثر بطبيعة الحال على المحافظة بشكل كبير. دكتور نرحب بك مجددا معنا، إذن كيف تنظر أيضا إذا هذه التحرك الآن في المهرة وشبوة، يعني حتى المناطق التي يعني ليس بها ربما تمدد حوثي أو لم تصلها الحرب، هناك الآن يجري الآن لا أدري إعادة تشكيلها أو انخراطها بصراع من ربما من ناحية أخرى ومن زاوية أخرى، كيف تقرأ الآن؟ هذه قطاع رابع، قطاع خطير أيضا، لأنه قطاع استثماري قوي، المنطقة الشرقية اليمنية. المهرة هناك صراع أيضا عماني، عمان تريد الحفاظ على حضورها، وهي تلعب دور رئيسي الآن في دعم الحراك الشعبي في المهرة وإلى آخره، لأنها تعتقد أن المنطقة مجالا استراتيجيا وامتدادا استراتيجيا لها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى الأمني والاستراتيجي. لذلك الصراع الآن ظاهره يمني
تحالفي، لكن هناك العنصر العماني موجود. منطقة شبوان يعني هذه التحركات من قبل ربما المملكة الآن لمواجهة ربما النفوذ العماني، العمانيين يحافظوا على نفوذهم، المنطقة امتداد لهم، لكن أيضا السعودية هذه المنطقة بالنسبة لهم من أهم المناطق. نحن الآن نتحدث عن عدن، نتحدث عن حضرموت، هذه المنطقة هي اللعبة كلها هون، اللعبة كلها في المهرة وشبوة والمنطقة الشرقية اليمنية، اللعبة كلها هنا. لأن السعودية تريد في دراسة أنا قرأتها ودي تكلمت عليها في المقابلات أكثر مرة، لكن لا بأس من الإعادة، لأنه أحيانا المواطنين يعني نحن أحيانا ننسى. أنا اطلعت على بعض التقارير الأمريكية المخابراتية بالصدفة وعن طريق بعض الشخصيات ولم أصدقها، كانوا يقولوا أنه دول التحالف العربي أو السعودية إذا واجهت إيران لا تستطيع أن تصمد 4 أيام، لأن حتى يعني مشاريع تحلية المياه إذا ما تم قصف ناقلة النفط سيتم تلوث مياه البحر، لا يستطيعوا تحلية المياه، ما عندهمش مخزون. 2، في حال حرب مع إيران سترتفع أسعار النفط بشكل مهول، لأنها تمر 4.5 مليون أو 5 مليون برميل يمر من باب المندب، كما أن الإيرانيين بيتحكموا بمضيق هرمز، أيضا الخليجيين برمتهم ليس لديهم مخزون مياه لمدة أسبوع، لذلك لابد من أن تكون مؤسسات أو 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 شركة محل يعني تحلية المياه تتم بالمنطقة الشرقية اليمنية. نعم. يعني تحلية المياه للخليج ستكون بعيد عن، لأنه خلي بالك لو وقعت معركة في بين إيران والسعودية أسعار النفط ترتفع، الطيران سيرتفع، النفط العالمي سيرتفع، سيكون في أزمة كونية. كيف يمكن لو وقعت مواجهة مع إيران بحكم أنه إسرائيل حبيبتنا ستكون ضمن الحلف السني، الحبيبة الدلوعة بتاعتنا إسرائيل ستكون مع حلفنا، بالتالي ستدخل معنا في حلف، هذا ستواجه إيران دون ما يؤثر ذلك على أسعار النفط، على الملاحة الدولية. لذلك هناك مشروع، يعني ما جرى في ورسو ليس يعني من باب فقط اجتماع عادي، لا هناك لعقد تحالفات جديدة. اليمنيين كثير مركزين على عدن، مركزين على الحديدة، ناسين أنه هذا هدف، لأنه من المنطقة الشرقية سيتم تحلية المياه ومن المياه اليمنية وإرسالها إلى السعودية، بحيث أنه في حال قصف تحلية المياه في جدة أو تحلية المياه سيكون هنا تدفق مياه. أيضا سيتم أنابيب غاز من 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 السعودية إلى بحر العرب، لا يرتفع أسعار النفط، لا يكون في خوف على التدفق 4.5 مليون، سيكون هذه المنطقة حيوية بالنسبة للسعودية، بحيث أن السعودية لديها مياه بعيد عن قصف إيران، لا يمكن يعني بعيد عن الملاحة الدولية، بعيد عن التلوث. يعني هناك يعني أفهم من كلامك المملكة العربية السعودية الآن ربما يعني تعد نفسها لحرب ربما مستقبلية من خلال المناطق اليمنية. طيب ما أثرها يعني كيف تؤثر سلبيا الآن على سكان مناطق شبوة البحر الآن، ولماذا كل هذا التحرك الآن؟ الآن لدينا اليمن أصبحت عبارة عن صراع نفوذ، الآن اليمن أصبحت يعني صنعاء تحت سلطة الأمر الواقع اللي هو دي فاكتو أثوريتي، وباتفاق الغرب لدينا تعز قطاع أتمنى هو القطاع اللاعب الرئيس. نعم. لدينا حضرموت، وهذه أنا قلتها من في غاية الخطورة. شوفي في تم في تقطيع البلاد هكذا، لا في علم الاجتماع، نعم. لا هنا في 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 عدن، حتى عدن كهوية جنوبية. نعم. في هويتين وطنيتين، شمال جنوب، داخل الجنوب في هويتين، هناك الحضرموت عندها هوية، وهناك طروحات تقول أنه حتى اسم حضرموت يسبق اسم اليمن ب500 سنة، يعني هناك من يغذي هذا، بالتالي هنا يسمى استعداد نفسي وشعور في المطاولة وشعور في التميز. نعم. ووجود يعني بنية مساعدة لأن تكون هذه قطاع منفصل. هم لديك هنا صنعاء عبارة عن قطاع منفصل، تعز وبقية المناطق الثورية والجمهورية واللي هي يعني هذه رغم أنها تعز رغم أنها يعني هي الآن قطاع منفصل بس مرتبطة بهوية، هوية يمنية قد تكون هوية شمالية. ثم لدينا شبوة في ومهرة
نحن لا نركز فيها. هنا الهدف الاستراتيجي للسعودية. بريطانيا تنسق مع الإمارات على ميناء عدن على سوق قطر، أمريكا تريد سوق قطر لأنه هناك صراع على طريق الحرير، هناك صراع صيني أمريكي، الصراع شديد للغاية. أيضا من هناك من يطرح أيضا بعض الدراسات أن الأمريكان يريدون سوق قطر والبريطانيين يريدون سوق قطر وحتى روسيا. وهناك من يطرح أيضا أن ميناء عدن مطروح في إطار طريق الحرير وأن الصين ستتكفل ماديا في إعادة بناءه وترتيبه، لذلك يريدون تأخير أيضا، إضافة لأنهم سيطروا على المنطقة، تأخير حسم المعركة حتى يتم اختيار دبي، ميناء دبي بديلا في بديلاً طريق الحرير. بالتالي وقد قالوها صراحة. طيب دكتور، الآن ما تقوم به الآن المملكة العربية السعودية هنا لربما تجهيز نفسها لحرب محتملة كما ذكرت، ما الذي يضر عمان في هذا الجانب؟ وهل ستسمح، وهل اعتقادك الآن سوف الأمور يعني تتصاعد بحيث أنه الآن هناك رفض شعبي وهناك يعني هيئة شعبية يعني ترفض ذلك، فبالتالي هل ستكون الأمور يعني صراع ما بين عمان والسعودية على حساب اليمنيين في هذه المناطق؟ ليس الأمر سيكون صراع واجد واجد، لكن هل سوف يعني لكن ربما يحتد ويكثر ويكبر؟ عمان لا يمكن لها أن تتنازل عن هذه المنطقة أو الموقع الجيوستراتيجي بالنسبة لها. هي الآن تدعم ومفتوح، عمان تلعب بدهاء. نعم. عمان تلعب بدهاء، عمان أصبحت الآن كأنها جنيف تستقبل السلطة الشرعية والحوثيين والعالم. صحيح. والترتيب، ولا يمكن تتنازل عن هذه المنطقة، لابد من وصول إلى توافقات. لذلك اليمن أصبحت يقولوا إذا سقط الثور كثرت سكاكينه، لذلك علينا أن إذا هذه كل هذه التجزئة وهذه التقطعات وكل هذه ربما يعني كما تحدثت يعني الاستراتيجيات والأجندات المختلفة الآن، هل الآن الأمور فلتت بشكل كامل من يد الحكومة الشرعية ولم يعد باستطاعتها لملمت الآن الموضوع ولملمت شتات اليمنيين في هذه المناطق كلها؟ الغرب كل شيء تحت السيطرة، استخدم السعودية والإمارات بفلوسهم، هم بيدفعوا إعادة الإعمار، هم بيدفعوا بيشتروا سلاح، هم بيدمروا الأمة العربية، بيجي يقطفها البريطانيين والأمريكان. هذولا للأسف الشديد أنت تغتال ذاتك بحسابك المالي وتغتال أمتك، واللي يعني هم لما اليمن تصبح خطر، بمعنى أنه القاعدة في الوادي، البحر الأحمر في خطر، الأمريكان لحماية السلم والأمن الدوليين، الأساطيل ستكون في سوق قطرة وفي عدن. يعني هم شوف سوريا ما يحضر داعش، داعش هذه هي عبارة عن بعبع فزع. يعني جماعتنا يعني، فأنا كان صالح عنده داعش، كان حسني مبارك عنده داعش، كله قاعدته هو داعش يعني. أنا أبرر، بالتالي اليمن الآن السلطة الشرعية الذي فاقد القدرة واللي فاقد يعني للأسف الشديد يعني لولا هذه السلطة، هذه السلطة أنا أسميها شرعية اضطرارا، لولا هذه السلطة لما يعني وصلنا إلى هذه الحال. هي التي استدعت الإمارات، لم تستدع الإمارات، إحنا استدعينا المملكة العربية السعودية، السعودية استدعت الإمارات. بأي حق تقبل يا عبد الرب منصور هادي وجود دولة أخرى في التحالف دون موافقتك؟ طيب قبلت على أساس أنك ضعيف وكذا، أول ما ممارسات معينة بعد ما يجب أن يتم التحرك السعودية أول ما يعني أنا عبد الرب منصور هادي رجل متعلق متقوقع حول ذاته، لأنه لا يريد، لا يحب برلمان، لأنه يشتي دول التحالف تحميه ومتمسكة به. ليش؟ لأنه ما فيش أي مبرر لبقاء دول التحالف إلا هو، لذلك لا يشتي برلمان، لا يشتي سلطة شرعية، لا يشتي حكومة، لا يشتي، يشتي فقط علي عبد الرب منصور هادي. لا. ومجموعة العيال اللي حوله. لذلك نحن الآن دعيني، كم باقي معنا وقت؟ أقل من دقيقة. نعم. أنا في مبادرة أعجبتني انطلقت من إحدى تلفزيون الشرق. نعم. اطمئن لست وحدك، أنا كنت من فيما يجري في مصر. صحيح. أتمنى، لأنه أنا كنت أريد أعيد الحراك للشارع اليمني، نريد أن نلتقط تحرك الشارع، وربما كان يدعو إنه أقصد الرئيس لدعوة الشعب والوقوف معه، ونحن معه مع الشرعية لآخر. نحن لا نطلب من 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 من, من الموتى أن يبثوا لنا الحياة. نحن الآن عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء هذولا موتى، هؤلاء موتى وخونة، نقولها على الهواء. هؤلاء لا أطلب من ميت
يبعث لي الحياة. الآن الرهان أنه على النخب الوطنية، على القوى الوطنية، على التجار، أن نخلق حركة سريعة تلتقط الشارع. لست وحدك، أو اطمئن نحن معك، أو مش عارف أي لغة، بحيث أننا يعني نخلق كتلة وطنية في الداخل والخارج. حتى هذا الميت اللي هو عبد ربه منصور هادي نعمل له، نخرجه من الإنعاش، لأنه هو الآن أصبح تابع خانع، أصبح عبارة عن شخص في فندق ضيف، ومعين أصبح سكرتير. كيف يمكن لنا أن نضعهم في موقف نستعيد نحن الشارع ونقول لهؤلاء؟ ربما هذا دور كما تحدث النخب وكذلك الأحزاب، لكن لا أدري أينهم، ولكن هذه مبادرة يعني ربما نصلت عليها الضوء، ويجب أن يكون هناك كما تحدث حراك. هذه سلطة شرعية فرطت بالسيادة الوطنية، أضعفت ذاتها، يعني هانت كرامتنا. الآن إذا لم يلتقط الشارع اليمني، إذا لم يلتقط الشارع اليمني والنخب اليمني، يعني الآن يقول لك يعني الحاكم الوزير ينتظر من الوزير، الشعب اليمني ينتظر الحكومة، علينا نحن نبادر من الداخل. والحركات الوطنية التاريخية الدولية لا تنتظر من الآخرين، علينا أن نحدث في تعز حركة وطنية تحرر تعز. حتى يجب على الشعب أن يتحرك، ولكن ربما هذا الشعب أنهك، سواء كان في المناطق أنهك الشمالية من قبل الميليشيا وحتى في المناطق الجنوبية. ولكن كما تحدث، أنا أختلف معك في علم النفس الاجتماعي وفي العلوم الاجتماعية. عندما تحدث مقايضات بين البقاء والفناء، علينا أن نستميت لآخر لحظة. جميل. لذلك نحن الآن في مرحلة فناء. أما أقولها عبر الهواء، لا تراهنوا على عبد ربه منصور هادي، لا تراهنوا على معين، لا تراهنوا على السعودية والإمارات، راهنوا على ذاتكم، ونحافظ على جغرافيتنا بأيدينا وبأرواحنا. نعم، إذا نتوقف عند هذا النقطة أو هذه النقطة. دكتورة أشكرك شكرا جزيلا تواجدك معنا، الأستاذ الدكتور عبد الباقي الشمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. ونشكر كل من ضموا معنا، السيد جمعان بن أسعد بن همام الكاتب من حضرموت. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.